ترأس الآب فرانشيسكو باتون الحارس العام للأراضي المقدسة القداس الاحتفالي بمناسبة عيد سيدة الجنة المقفلة أرطاس بحضور عدد من الكهنة الأب جورج الدعبوب والأب الدكتور يعقوب الرفيدي رئيس المعهد الإكليريكي والأب عيسى حجازين والأب إخوان والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والراهبات ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان والقائد المفوض خليل فرهود وجمع كبير من المؤمنين أتوا من مختلف الأراضي المقدسة للمشاركة في هذا الاحتفال. والدير يسمى باسم الجنة المقفلة وسيدة العين المخدومة وهو دير تراثي بني في مطلع القرن الماضي ويقع في بلدة أرطاس جنوب بيت لحم ويعد من أجمل المواقع الدينية والأثرية في المنطقة والذي يجلب السياح للتعرف على هذا المبنى المحاط بالبساتين وينابيع المياه وتقوم بإدارته عدد من الراهبات اللواتي أنذروا حياتهم للمساعدة المحتاجين في تلك المنطقة وفي القداس حيث وضع تمثال العذراء المزين بباقات الزهور دعا الأب فرانشيسكو المؤمنين بطلب شفاعة العذراء مريم وأن تتشفع لجميع الخطاة الذين يستغيثون برحمته تعالى وبكل من بعدوا عن كلام المسيح وبعد القداس ابتدأت المسيرة التقليدية السنوية في ساحات الدير حيث علت أصوات المرنمين وبالتناغم مع عزف الكشافة تيراسانتا الذين حملوا تمثال العذراء على الأكتاف وأيقونة الجنة المقفلة وفي صلاة خاصة من قبل الجموع طلب من مريم سيدة الجنة المقفلة أن تحرك قلب ابنها الإلهي ويسكب بركاته الغزيرة على العالم أجمع والذي هو أشد الاحتياج للبركة والسلام والمحبة È una parola latina significa un orto custodito e l'abbiamo sentito nella celebrazione questo orto custodito è l'immagine appunto di Maria che nella sua verginità ha dato al mondo il nostro Salvatore ma è anche l'immagine di un orto che proprio perché è custodito può portare frutto il frutto portato da Maria è il figlio di Dio che diventa nostro Redentore nostro fratello ma è anche il frutto di una vita interamente donata per amore. Quindi celebrando la festa di Maria come Hortus Conclusus, noi non ci limitiamo. بعيد على كل الناس بمناسبة عيد الجنة المقفلة في أرطاس وإن شاء الله تديم علينا هاي المحبة وهاي أعياد شكرا حبيت أعايد عليكم بمناسبة عيد الجنة المقفلة كل عام أنتم بخير وأول مرة مشاركة هاي حلوة وأول مرة بشارك فيها أول مرة بشارك بعيد الجنة المقفلة وكل سنة سالمين وإن شاء الله يكون سنة خير عليكم بحب أعايد على رهبات الجنة المقفلة وعلى كل أهل بيت لحم بمناسبة عيد سيدة الجنة المقفلة بحب أعايد على الجميع اليوم بهذا المناسبة العظيمة للعذراء اللي احنا بنطلق عليها باسم الجنة المقفلة دلالة على عذريتها الكثير كبيرة والاحترام والتبجيل الكثير كبير اللي احنا بنحطه للعذراء بحب أعايد على الكل كمان مرة وأحكي له إن شاء الله العذراء تحميكم كلنا وتكون معنا دايما اليوم عيد كثير هلو كنا نشوف مريم العذراء زي الموديل إلنا للحياة للإيمان ونطلب منها بيصير دائما معنا في الأرض المقدسة في كل واحد منا احنا اليوم مشاركين في عيد العذراء وكل سنة احنا منشارك بهاي المناسبات خاصة في منطقة بيت لحم لتكريس الروح الدينية عند الأفراد وعند الرعية أنا من السمينير وإحنا جايين على الجنة المقفلة لأنها جنة وكل شيء حلو فيها أنا اليوم بدي أحكي عن الجنة المقفلة هي أكيد جنة وجمالها إنه غير عادي
جينا اليوم على الجنة المكفلة لأنه العذراء مريم هي بحد ذاتها جنة مكفلة لطهارتها بالبتول تبعتها هي طاهرة، وكل سنة وانتم سالمين وينعاد على الجميع والعذراء تحمي جميع البلاد العربية. احنا هون دائما بنيجي بسهر 9 أو 8 بنكرم امنا مريم العذراء، بنرتل بنكون بالقداس بنشارك بالقداس وبنرتل بنطلع دور احتفالية. الرب معكم وفي النهاية أعطيت البركة من قبل الأباتون للجموع المشاركة. لنورسات مارلين الحدوة من دير الجنة المقفلة رطاس جنوب بيت لحم.